لمزيد من التحليل عن رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في احتفالية يوم الشهيد، ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير على كل سادة المشاهدين، وسلاما على أرواح الشهداء، وتحية تقدير لكل أسر الشهداء المصريين، وكل عام والشعب المصري أيضا بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. حضرتك طيب أستاذ جمال، يعني عايز أبدأ معاك برسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اللي وجهها للشعب المصري. لو هنتكلم دلوقتي عن هذه الرسائل، تحليلك ليها إيه؟ وكمان شايف إزاي يوم الشهيد مردوده إيه على أسر الشهداء والمصابين؟ إزاي بيشعروا بالامتنان والتقدير أكتر يعني ذويهم، وكمان للمجتمع المصري إزاي بيبقى حاسس أكتر بأهمية هذا اليوم وتضحيات أبنائه؟ يعني إذا بدأنا بداية بفكرة يوم الشهيد وحرص القيادة السياسية المصرية على حضور هذا اليوم، وأصبح الآن تقليدا رئاسيا مستداما في الحقيقة، فهذا يؤكد أن الدولة المصرية بتقدر تضحيات أبنائها. الدولة المصرية لا تنسى يعني تضحيات الشهداء المصريين، وأيضا بتقدر أسر الشهداء. وفي الحقيقة أن هذا التقدير لا يقتصر فقط على الاحتفال بيوم الشهيد، ولكن الدولة المصرية منذ عام 2014 قامت بمجهود كبير جدا وبإجراءات كثيرة جدا طبعا بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية، سواء فيما يتعلق طبعا بصندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين، أو حتى فيما يتعلق بالأمور الأخرى، وحتى وصولا للمسافة الإنسانية التي نراها في الأعياد وفي المناسبات، حينما يقوم السيد الرئيس بالاحتفال مثلا بالأعياد مع أسر الشهداء وغيرها من المناسبات، تكون الدولة المصرية قيادة ومؤسسات الدولة وحتى شعبا مع أسر الشهداء والمصابين. وبالتالي أعتقد أن التقدير يعني موجود من القيادة ومن المؤسسات ومن الشعب لهذه التضحيات العظيمة، وبالتالي هذا اليوم العظيم الذي يتذكر فيه سواء تضحيات الشهداء العظام الذين قدموا بطولات وتضحيات كبيرة جدا للوطن منذ يعني القدم وعلى مدار الحروب التي خاضتها الدولة المصرية لصون مقدرات الوطن، أو حتى وصولا لطبعا مجابهة الإرهاب ويعني التحديات التي كانت مؤخرا موجودة في الدولة المصرية، كلها بطولات بتثمنها الدولة المصرية ويقدرها الشعب المصري وتقدرها القيادة السياسية المصرية. أما عن رسائل السيد الرئيس في الحقيقة فهي رسائل متنوعة، وأعتقد أن حديث السيد الرئيس بالأمس كان حديثا شاملا ووافيا، وأيضا طبعا كما اعتدنا صريحا وشفافا وواضحا. وأعتقد أن المحاور الأساسية لهذا الحوار، أولا ما يتعلق طبعا بتقدير السيد الرئيس لتضحيات الشهداء والعرفان الخاص به أو عرفان الوطن بهذه التضحيات وأهميتها لاستقرار الوطن ولاستدامة السلام والاستقرار والحفاظ على مقدرات هذا الوطن، وهذا أيضا محور مهم جدا في حديث السيد الرئيس. المحور الآخر ما يتعلق بالتحديات التي واجهت الدولة المصرية، وأيضا يعني دور التضحيات التي قدمت من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية من أجل أن ننعم بالاستقرار والسلام الآن، وبالتالي التحديات أيضا التي واجهت الدولة المصرية سواء على صعيد مكافحة الإرهاب أو حتى على صعيد طبعا مجابهة جائحة كورونا، ومن بعد هذا أيضا واجهت الدولة المصرية تحديات أخرى وأثرت على الداخل المصري. وهنا السيد الرئيس كان يشرح كيف ان التحديات ايضا الخارجيه اثرت على الداخل المصري وعلى مسار العمل المصري، وهذا واقع في الحقيقه نتلمسه جميعا، ومصر مثلها مثل كل دول العالم تتاثر بما يحدث في المحيط الدولي والاقليمي. وبالتالي السيد الرئيس هنا تحدث عن كيف ان جائحه كورونا اثرت على الداخل المصري، كيف ان الحرب الروسيه الاوكرانيه ايضا اثرت علينا واثرت على الامن الغذائي العالمي، وبالتالي على ايضا على الداخل المصري، وايضا طبعا القضيه الفلسطينيه. وهنا في الحقيقة أيضا كانت وقفة مهمة للغاية، وأن يتحدث السيد الرئيس عن قطاع غزة وعن القضية الفلسطينية يوم الشهيد فهو أمر له دلالة مهمة للغاية، إننا لم ولن نتنازل عن تضحيات حتى التي قدمها الشهداء المصريين في تحرير الأرض المصرية، وبالتالي لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن نتنازل عن السيادة المصرية. وهذه العبارات كانت حاضرة ضمنيا في حديث السيد الرئيس حينما تحدث ان الارض ارضنا وسوف نحافظ عليها. السيد الرئيس ايضا تحدث عن الدور المصري
فيما يتعلق طبعا بدعم القضيه الفلسطينيه. وهنا تحدث السيد الرئيس عن الدور السياسي وعن الدور الانساني، ويمكن السيد الرئيس ايضا تحدث عن الدور الانساني بشكل اوسع في هذا اللقاء، وتحدث عن ارسال مصر للمساعدات سواء برا عبر معبر رفح أو يعني معبر طبعا او جوا عبر الجسر الجوي. واوضح لماذا الان نحن نلجا للجسر الجوي، لاننا لم نغلق المعبر، ولكن هذا لان الشمال ربما يحتاج الى مساعدات عاجله، وبالتالي كانت الخطوه المتعلقه بارسال المساعدات جوا لانقاذ وتقديم الاغاثه العاجله. واكد ان معبر رفح لم ولن يغلق ويعمل على مدار الساعه، والدور المصري مستدام ومستمر حفاظا على القضيه الفلسطينيه، رافضا لفكره التهجير القسري، محافظا على القضيه الفلسطينيه وايضا محافظا على السياده المصريه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي على كل هذه التفاصيل وهذا التحليل.